ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. النهارده بقى هنبدا اول حلقه من سلسله اخباريه جديده تماما في القناه. هدفها الاساسي انها تجيب لكم اهم الاخبار والالعاب اللي نزلت في الشهر دوت. هتبقى زي ما انتم شايفين واخده الثيم وشكل مدينه جوثام. والشهر طبعا اللي هنتكلم عليه النهارده هو شهر اغسطس اللي كان فيه مفاجآت، منها العاب نزلت وفي العاب تانيه اعلن عنها بتوضح لنا قد ايه الجيل القادم هيبقى فعلا جيل قوي جدا. وهقول لكم برده في كل لعبه إذا كانت موجودة أو هتبقى متوفرة للحجز عندنا في الستور. يلا بينا نشوف كل لعبة مع بعضنا من أخبار جوثام. ودلوقتي أول خبر ولعبة معانا النهاردة هي بلاك ميث وكونج. اللعبة اللي أعلن عنها بدون أي مقدمات ونزل لها فوق ال 13 دقيقة جيم بلاي، وبالنسبة لي بقى هي أكبر مفاجأة الشهر ده. تقدر تعتبرها أكشن آر بي جي لأنها مش بس انتشرت على كل الإنترنت وما بين كل الجيمرز، لا كمان عشان دي أول لعبة تريبل إيه من تحت تطوير صيني بيتسموا بساينس لاب وميالة أكتر للهاكن سلاش بشكل واضح. فكرتني بدمج رهيب ما بين العاب زي سولز وسيكيرو ولعبه كلاسيكيه تانيه بتسمى بانسليف اوديسي. لان ببساطه اللي انا شفته بقى فعلا اقنعني ان احنا هنقابل انبهار تقني ومفاجات على الجيل القادم، من اول الاضاءه الرهيبه والانيميشن الفلويد وحركات الفيزيائيه بتاعت الشخصيه الاساسيه او حتى حركات الاعداء اللي انت بتقابلهم اللي بالمناسبه قدموا لنا كذا واحد منهم، وواضح جدا ان هيبقى في تنوع رهيب في اللعبه. بس فعلا اكتر حاجه خد بالك منها هي التفاصيل العظيمة الموجودة سواء من البيئة المحاطة حواليك او رسومات الاعداء والمودلز اللي انت بتشوفهم، وكون انها اصلا بتحكي الميثولوجية الصينية المشهورة جدا جورني تو ذا ويست اللي هتخدها من منظور ملك القرود واسطورة عندهم بيتسمى بوو كونغ ارتدت ضد الهيفن او الجنة وضد الهيئة الالهية اللي عندهم اللي بيتسمى ببودا ومساعدينه او اعوانه. فبالتالي وو كونغ اتسجن بس عارف يهرب ويطلع في رحلة للغرب للبحث على القوات والمانيوسكريبتس او المخططات الهندية اللي هتساعده في مواجهة بودا بنفسه واعوانه. فاه نوعا ما انسبايرد وملهمة من جادو فور، وحتى المطور نفسه صرح من ناحية الاخراجية وزوايا الكاميرا للمشاهد السينمائية انهم بالفعل ملهمين جدا بلعبة جادو فور. من الاخر بلاك ميث ووكونج لوحدها خلتني متحمس للجيل القادم بشكل غير عادي، وان شاء الله اول ما تصدر هتعرف انك انت تحجز نسخة عندنا في الستور. ويجي بعد كده فيفا 21 الجزء الثانوي الجديد اللي قدم تريلر وجيم بلاي اخيرا الشهر دوت، واللي هيتم اصدارها في 6 اكتوبر على جميع الاجهزه طبعا مع تقديم نسخ لاحقا لاجهزه الجيل القادم. غير كده فيفا 21 هتقدم 30 ليج وفوق ال 700 فرق ورجوع المودز اللي احنا حبيناها ومعاها فولتا. والجزء دوت على كلام اي اي انه هيبقى هدفه انه يحسن نسخه فيفا 20 مع تلبيه طبعا رغبات الفانز سواء بقى من الفيتشرز الجديده اللي اتقدمت في الجيم بلاي المعتمده على تحسين البوزيشننج او تعزيز الذكاء الاصطناعي للعيبه بفكره البوزيشن اويرنس، ده غير طبعا الاجايل دريبلينج تقديم حركات اكتر ومرونه في المراوغات زي البول رول فيك او البيتش دريبل، كل ده طبعا هيصعب شويه الديفنس، ده غير طبعا الكريتيف رانز اللي كان معتمد بشكل اساسي على الذكاء الاصطناعي، دلوقتي انت اللي هيبقى ليك سيطره اكتر، ده هيديك نوع من انواع الحريه وتمكن اكتر في هجماتك في الملعب عن طريق المؤشر او الدايركتيف جو. بعيدا بقى عن كده الكوليجن سيستم التصادم هنا بقى واقعي اكتر زي ما بينوا كده في المقارنه ما بين الجزء دوت والجزء اللي فات، فعلا كان الفرق ملحوظ. بس اكتر حاجه هتتغير وهيركزوا عليها هي الكارير مود لانهم طوروه بشكل اساسي بالاخص في الانتر اكتف ماتش سيم اللي هتقدر تخش دلوقتي تلعب في اي لحظه في الماتشات الشغاله اوتوماتيك بالاخص اللحظات المهمه واللي بتفرق معاك في الماتش زي البينالتيز او الانفرادات، وده طبعا ممتاز كاداره الماتشات. غير كده في سيطره اكتر كتير في التدريبات وتطوير فرقتك بالسكواد سيستم الجديد اللي بيخليك تتحكم في الاتريبيوتس واماكن اللعيب عشان يتماشى مع طريقه لعبك، وطبعا هيبقى فيه طرق جديده في بيع وشراء اللعيبه. بعيدا عن كده الالتيميت تيم هيركزوا عليه زي كل سنه، بس المره دي هيشيلوا اوبشن الفيتنس ايتمز، اللعيبه دلوقتي هيبقى ليهم قوتهم الكامله في كل ماتش او الستامنا بار بتاعتهم هتبقى كامله، مش محتاج تدير زي قبل كده جدول ماتشاتهم، فبالتالي هيبقى ليهم وقت اطول في الملاعب. غالبا الجزء ده هيحسن كتير جدا عن الجزء اللي فات. فيفا 21 تقدر تحجزها وتطلبها الان من جيمز تو ايجيبت. ونخش بعد كده في الخبر واللعبه اللي اتعرضت الاسبوع دوت وهي جوثام نايتس.
اللعبة الأكشن RPG اللي هتصدر السنة اللي جاية على جميع الأجهزة الجيل الحالي والقادم. Warner Bros. Montreal قرروا بقى ان هم يعملوا الجزء الجديد المرة دي ملوش اي علاقة تماما بسلسلة أركام، وهتبقى المرة دي مقتبسة اكتر من DC Comics. واول حاجة صدمونا بيها في التريلر هي كانت موت باتمان، بس هل هيبقى موته ده مزيف وانه قرر يشتغل اندر كوفر لمواجهة الخطر اللي هيدمر جوثم بالكامل؟ ده فعلا شيء انا مستغربوش تماما من شخصية زي باتمان. اللي عارفينه ان الخطر فعلا كبير جدا المرة دي لتقديم فرقة او مجموعة معروفة عريقة في مدينة جوثم بيتسموا بالكورت اوف اولز. دول تعتبرهم بالظبط زي الماسونية بس في العالم دوت، لانهم بيديروا كل شيء سريا، وكمان بيربوا المميزين ان هم يبقوا الاساسنز الخاصين بيهم بيتسموا بالتالنز. فعلينا بقى ان احنا نواجه الكلام ده كله بالاربع ابطال من عائلة باتمان اللي هيكملوا مسيرته في حماية جوثم، زي ريد هود ونايت وينج وباد جيرل، وطبعا اخيرا روبن. كل شخصية ليها الابات الخاصة بيها والسكيلز بتاعته، وبامكانك تلعب كل اللعبة يا سولو او كو اوف ملتي بلاير مود. وطبعا غير ظهور كورت اوف اولز في اعداء ظهرت زي مستر فريز، بس الصراحة اللي قلقني شوية ان مش هيبقى فيه كومبو كاونترز اللي كنا بنحبها او حتى النوك داون ستيت للاعداء. بقى دلوقتي فيه هيلث بار ومهتمين جدا بالار بي جي اليمنتس، واول ما هتصدر ان شاء الله هنعملها مراجعة كاملة وهتبقى متاحة للحجز عندنا في الستور. ودلوقتي الخبر البعدي واللعبة اللي جاي اللي هتكلم عنها نزل لها كذا تريلر وجيم بلاي، وهي طبعا كابتن تسوباسا رايز اوف نيو تشامبيونز اللي تم اصدارها اخيرا في اغسطس 28، واللي معروفة طبعا لينا بكابتن ماجد. تعتبر بقى حلم مش بس لكل محبين الانمي الطفولة دوت، لا كمان حلم لكل محبين العاب الكرة، لانها الاول مرة بنشوفها بتقدم بالشكل المختلف دوت غير المتعودين عليه تماما، مخلصة للاوريجينال سيريس، سواء من حس الرسومات الكرتونية، من شكل اللعيبة اللي حبيناهم والانيميشن الخاص بضرباتهم وطرق تسجيلهم الايقونية. الفلق الى المرمى وارسم قوس النصر، ها هي تسديدتي. مستحيل. نقدر نعتبر ان دي جانرا جديدة تماما بتتسمى بأوفر ذا توب سكر، لانها بتقدم متعة جنونية ما تشافتش بالشكل الروعة ده قبل كده. بتفكرني نوعا ما بفيلم المعروف بشاولين سكر. بعيدا عن كده، في اتنين ستوري مودز او قصتين تقدر تلعبهم، واحدة من منظور كابتن ماجد بنفسه وانت بتخوض رحلته وتأهيلاته في الماتشات للفوز على اللبان كلها، والستوري مود التاني بيبقى مخصص للبلاير ان هو ممكن يعمل كاستمايز بالشكل اللي هو حبه للفريق بتاعه. اما الجيم بلاي تقدر هنا تلعب باي طريقة انت عايزها وتكسر كمان القوانين كلها. كل لعيب هتلاقي عنده حاجة بتسمى بالسبيريت جيج، اعتبروها زي بار للقوة بتاعتك مخصصة للداشينج او السبيشال شوتس او لكل الابيلتيز والقدرات عموما، وده انا شايفه اد لطيف جدا في اللعبة والاستراتيجية، لانك انت دايما عينك بتبقى مش بس على البار بتاعك، لا كمان بتبقى على الخصم للتجنب اي هجوم او تسجيله. ده غير طبعا الدريبل موفز اللي بتعتمد انك انت تدوس على بطن معين في الوقت الصح بالظبط عشان تعرف تتفادى او تمر من اللعيب القصاد. وافضل شيء عاجبني في كل دوت السبيشال كومبوز زي المتواجد بقى في فيفا برضو. فكره الكيمستري ما بين اللعيبه مهم جدا، لو انت من متابعين الانمي نفسه وفاكره كويس هتبقى عارف انهي لعيبه بيقدروا يلعبوا مع بعض بالشكل الصح. السبيشال كومبوز هنا ساتسفاينج جدا، وطبعا تقدر تلعب كل الكلام دوت يا اما لوحدك او 4 بلاير فيرسس او طبعا اونلاين. فعلا دي اكتر لعبة رياضية انا شخصيا متحمس جدا ليها، وبالمناسبة هي متوفرة الان لو حابب تحجزها من الستور الخاص بينا. ودلوقتي هنخش على الخبر العظيم واللي كان بالنسبة لنا منتظر جدا، وهو الاعلان اخيرا عن لعبة Suicide Squad Kill the Justice League، اللعبة الاكشن ادفنتشر الجديدة من تحت تطوير روك ستادي ستوديوز، ايوا العظماء اللي سمموا لنا سلسلة باتمان أركام. وجنبا هنا عرضوا لنا تريلر او مشهد سينمائي يا دوبك بيورينا التون او النهج اللي هياخده اللعبه دي، اللي في الغالب هيبقى قالب على كوميدي شويه مش زي الدارك تون او العالم السوداوي اللي تعودنا عليه من سلسله أركام. وده بالنسبه لي متوقع عشان بالتالي يليق على طبيعه فرقه السوسايد سكواد الخارجين عن العداله الملقبين بالتاسك فورس اكس.
والعرفنا ان هم متجندين من قبل اماندا وولر اللي هدفهم ان هم يقضوا على فيلن قوي جدا معروف في عالم دي سي عامه بيتسمى ببرينياك، واللي قوته هنا ان هو سيطر على فريق العداله او جاستس ليج كلهم. وهنضطر نواجهه بالاربع شخصيات اللي شفناهم زي هارلي كوين وداد شوت وبومرانج واخيرا المفضل ليا كينج شارك. دول هنقدر نلعب بكل واحد فيهم في السنجل بلاير، طبعا في شخصيات تانية هنشوفها، بس الاهم هنا اللي شفناه انهم كلهم كانوا في مدينه ميتروبوليس الخاصه بسوبرمان، وهو بنفسه ظهر العدو الوحيد من جاستس ليج اللي شفناه كان اوريدي متسيطر عليه. وكل اللي انتوا شايفينه دوت المطورين اكدوا انها هتكون في نفس اليونيفيرس من عالم سلسله باتمان اركام. اللعبه لسه هتصدر في سنه 2022 وهتنزل على الجيل القادم الاجهزه والبي سي، وهتبقى عندنا ان شاء الله في الستور اول ما تنزل. واللعبة بقى اللي هتكلم عليها دلوقتي نزل لها كذا تريلر خلال الشهر ده، كراش بانديكوت 4 اتس اباوت تايم، وهي صاحبة ذكريات الطفولة الجميلة، اللعبة العائلية لمتعتها رهيبة لجميع الأعمار، هتنزل إن شاء الله على بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 الشهر الجاي 2 أكتوبر. واللي المطورين اخيرا قرروا بعد اكتر من 10 سنين ينزلوا جزء جديد يكمل احداث الاجزاء وثلاثيه كراش القديمه على طول، واللي واخده احداثها ان دكتور نيو كورتكس واوكا اوكا عرفوا ان هم يهربوا من السجن اللي اتحبسوا فيه قبل كده من خلال التنقل ما بين بوابات الازمنه، وعلى كراش والشخصيه الاساسيه الثانيه واخته كوكو ان هم يقفلوا البوابات دي تماما بمساعده الاربع اقنعه، واللي هتدخلنا بقى في مغامره في عوالم مختلفه وببيئه متنوعه تماما عن بعض فوق 100 مرحلة. مع التحفظ التام بتصميم المراحل نفسها بطريقة اللينير بلاتفورم جيم بلاي الايقونية اللي تعودنا عليها، بس طبعا بإضاءة وانيميشن ومودلز كرتوني ومبهج اعلى بكتير من شفناه قبل كده في السلسلة، استغلالا طبعا باقصى قوة اجهزة الجيل الحالي. والمطور كمان وضح ان هنقدر نلعب بشخصيات محبوبة للفانز القدام زي مثلا دينجو دايل او حتى دكتور نيو كورتكس بنفسه وغيرهم كتير، كل شخصية ليها المراحل الخاصة بيها اعتمادا على قوته وقدراته المحبوبة. كراش بانديكوت 4 مش بس من اواخر الالعاب الممتعه جدا قبل ما نخش الجيل القادم، لا كمان لعبه منتظره لكل فان للسلسله الكلاسيكيه دي، تقدر بسهوله دلوقتي تحجزها وتوصل لك كمان في ميعاد الاصدار بالظبط من ستور جيمز تو ايت. ودلوقتي هتكلم عن مارفلز افنجرز اللي هيتم اصدارها الايام اللي جايه في 4 سبتمبر، اللعبه اللي تعتبر اكشن ادفنتشر من منظور ثالث تحت تطوير كريستال داينامكس اللي عملوا لنا اجزاء توم ريدر الجديده. ايش رقم راضي بقى كانت مع مارفل، قرروا ان هم يعملوا لنا قصه مقتبسه من مارفل كوميكس تماما، سواء اولا في شكل الابطال نفسهم اللي شفناهم اللي كلهم متواجدين هنا من هالك لثور وايرون مان وبلاك ويدو وكابتن امريكا، ده طبعا مع تقديم شخصيات جديده لاحقا واولهم الابديت اللي هينزل مجانا لينا وهي شخصية هوك اي، شخصية سبايدر مان اعلنوا انها هي الشخصية الوحيدة الحصرية للبلاي ستيشن. المهم اللعبة دي تقدر تلعبها سولو او كو اب مالتي بلاير مود لغاية 4 بلايرز، طبعا متواجد حرية كاملة في الكاستمايزيشن او الابيليتيز اللي بيتم تطويرها عن طريق السكيل تري، والمطورين اهم حاجة ان هم صرحوا ان هم هيفضلوا يدعموها لفترة طويلة جدا وهيقدموا كذا ابديت مجاني بيزود اماكن وشخصيات جديدة تماما. بالنسبة للقصة نفسها هنا اللي هتبقى في نفس الوقت اوريجينال ومن مخيلاتهم متقدمتش قبل كده، اللي بتتكلم عن ان الافنجرز كانوا بيحتفلوا بافتتاح الهيد كوارترز او الفرع الجديد بتاعهم في سان فرانسيسكو وتقديم السفينه بتاعتهم كيميرا اللي مدعمه بقوه التيرجن كريستالز، بس الحفله دي هتتهاجم بقى من قبل الارهابيين بقياده تاسك ماستر اللي سبب في دمار المنطقه كلها وسبب في موت كابتن امريكا. فالمصيبه دي عقب انفجار التيرجن كريستالز اللي عملت زي ميست او ضباب يحول الناس الطبيعيه لاشخاص عندهم قدرات خاصة بيتسموا هنا بالانهيومنز، واللي فيه منهم في طبيعتهم اصلا الشر وسببوا لدمار كامل في المدينة. وطبعا الافنجرز حسوا ان دي غلطتهم فالفرقة نفسها تفككت تماما عن بعض، ودلوقتي سان فرانسيسكو بيتم بنائها تاني من تحت ايد شركة فاسدة بتسمى باي اي ام، وانت بقى بتخوض كل الكلام دوت من منظور كاميلا خان اللي اكتشفت حقيقة فساد الشركة وكانت من الضحايا او اللي اكتسبوا قوة من الانفجار اللي حصل، فكرت بقى انها تطلع رحلة وتلم شمل الافنجرز تاني لمواجهة منظمة الفاسدة اي اي ام، وده بالتالي هيخلينا نواجه فيلنز مختلفين تماما في عالم مارفل زي ابومونيشن ومودوك وتاسك ماستر وغيرهم. فبالتالي لتأجيلات بسبب الكورونا زي فيلم بلاك ويدو خلى بقى مارفلز افنجرز هي حاجة الوحيدة السنة دي اللي هتخلينا نعيش في عالم مارفل، واللي بالمناسبة تقدر تحجزها وتطلبها دلوقتي من الستور Games to Egypt.
ودلوقتي مش بس كراش اللي بترجع لنا ذكريات جميلة، لأ في لعبة نزلت الشهر دوت وبتشكل نوستالجيا لبعض الناس، وهي ساموراي جاك باتل ثرو تايم. اللعبة الأكشن بلاتفورم اللي نزلت على جميع الأجهزة ومقتبسة من التي في سيريس المعروفة بساموراي جاك. Your training is complete. واللي مطورين اعلنوا بقى ان اللعبة تعتبر كانون او احداثها اساسية في القصة نفسها الخاصة بالشخصية، واللي بتلعبها من منظور جاك اللي بيسافر عوالم مختلفة وبيقابل جميع الاعداء انتظارا للمنافسة الاخيرة اللي بينه وبين عدو اللدود اكو. It's not over yet, samurai. I have nothing to fear. طبعا في طريقك هتقابل اشخاص مشهوره ومألوفه جدا للفانز المخلصين للسلسله دي، ومش بس كده، لا المتابعين كمان هيلاقوا اماكن ولحظات معروفه للسيريس نفسه، فتقدر تعتبرها فان سيرفيس كبير. ده غير انك انت بقى كجيم بلاي تقدر تكويب وتماستر اسلحه مختلفه تماما عن بعض بالسكيلز المقتبسه المتنوعه بالوقت، طبعا مع تقديم طريقتين في الجيم بلاي وهو البيجنر سكيلز او الادفانس تكنيكس. كل ده هيؤدي لك ادمان ومتعه في الجيم بلاي بالكرتونيش ارت وورك اللي مقدماه اللعبه بمحرك الانريل انجن 4. فساموراي جاك من الالعاب الممتعه جدا، فان سيرفيس عظيم زي ما قلنا للمتابعين السيريز، برضه تحجزوها من الستور بتاعهم. All things come to an end, even the future. Rated T for teen. ودلوقتي اخيرا وصلنا لاخر خبر معانا والاجدد والافضل بالنسبه لي، عشان كده انا هديله الباتمان سيجنال لحلقه النهارده، وهي تقديم جزء الجديد من السلسله العظيمه Call of Duty Black Ops Cold War، اللي مبدئيا كده افضل شيء انه بيكمل احداث Black Ops 1 اللي بالنسبه لي من المفضلين ليا شخصيا في السلسله دي بالكامل. ده غير طبعا ان الحقبه او فتره الحرب البرد عموما عظيمه جدا لما بتتعمل في اي عمل فني، وان شاء الله اللعبه دي هتنزل في 13 نوفمبر. المطورين بقى اعلنوا ان الكامبين هنا هيبقى التركيز عليه بشكل كبير من منظور عميل CIA بيتسمى براسل، اللي بيطارد جاسوس روسي بيتسمى بيرسيوس، اللي كان مهمته وهدفه اضعاف صفوف الامريكيه والتلاعب بالنظام بتاعها. بس افضل حاجه بالنسبه لي ان الجزء ده بالذات هيبقى فيه لحظات واقعيه تاريخيه حصلت بالفعل، وظهور طبعا رؤساء زي رونالد ريغان. بس برضه اللي شدني اكتر في التريلر ان هم هيرجعوا الشخصيات اللي حبيناها قبل كده زي جيسون هاتسون وودز وميسون، فده لوحده حمسني جدا ومتفائل ان تقريبا السلسله دي ممكن ترجع تاني لمجدها. وبكده يا شباب نكون قدمنا لكم الحلقه الاخباريه الاولى من اخبار جوثم. اتمنى يكون عجبكم الحلقه، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو عجبتكم، ويا ريت تزوروا الموقع بتاعنا عليه الستور، وطبعا مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا سي يو ان ذا نيكست فيديو. I know you won't fail us.